يعني كما قالت بعض الصحف صفعة على وجه بوتين في عيد ميلاده. في عيد ميلاده، وفي ظل وجود أقوى قوات النخبة الروسية التي تحمي هذا الجسر، وأقوى منظومات الدفاع الجوي التي تحمي هذا الجسر، يعني فهذا ما جعل الأمر أكثر سوءا. والتوقيت في عيد ميلاد بوتين، فأعتقد أنها عملية بالتأكيد رائعة بكل مقاييس. يعني هل يمثل هذا اختراقا قويا للقوات الروسية؟ يعني هم تحدثوا عن شاحنة غير معروفة بالنسبة للدولة الروسية دخلت الجسر وقامت بإحداث هذا التفجير الذي أدى إلى تدمير جزئي فيه، بماذا تعلق على يعني وقائع ما حدث؟ وهنا الحقيقة أنا عايز أقوله إن يعني بوتين يظن أنه يستطيع أن يحارب مخابرات العالم الغربي كله، محاربة الناتو كله، هو يتكون من 30 دولة. يعني اذا بوت اذا 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 الناتو لم يحارب بوتين بشكل مباشر بالسلاح، ولكن هناك حرب استخباراتيه كبيره جدا، فهل يظن بوتين انه يعني يستطيع التغلب على اعتى واقوى 30 جهاز مخابرات في العالم كله؟ هناك على سبيل المثال اغتيال ابنه المفكر الروسي الشهير القريب لبوتين، اللي هو يعني بيقولوا عليه عقل بوتين بالفعل، الكسندر دوجين، نعم، داخل موسكو، داخل موسكو، وتم اغتيالها. لم تستطيع المخابرات الروسية التغلب عليها. لذلك انا بقول دايما ان بوتين يعني لديه اوهام هتلر وتفوق الجنس الاري. هنا بوتين يعتقد ان تفوق الجنس الروسي على بقية البشر، وانه يستطيع ان يكسب في معركة ضد الجميع، وده هذا شيء غير منطقي.